بس لما يبقى فيه، عشان انا بحب اللعيبه ديت، لما يبقى فيه تقصير لازم يبقى فيه وقفه، لازم مش نصيحه، رساله. رساله، انت في نعمه الجميع في مصر بيحسدك عليها. انت في نعمه، نعمه الانتماء للنادي الاهلي ولبس الفانيلا الحمراء والجمهور العظيم اللي وراك، دي نعمه من عند ربنا، دي نعمه من نعم ربنا عليك. انا على فكره ما بقولش شعارات، وعايز اقول حاجه، انا ما بحبش اتكلم فيها كتير، انا ما بحبش اتكلم فيها كتير. انا في يوم من الايام غلطت وسبت، بالنسبه لي يعني مع اختلاف الاوصاف، يعني احسن حاجه ليا في الدنيا، احسن حاجه ليا في الدنيا غلط. بس بقيت من ساعتها يمكن لحد النهارده بقف مع نفسي كتير واقول انا ازاي عملت كده، انا ازاي عملت كده. بزعل من اللي انا عملته، وازعل من نفسي. انت كلاعب النادي الاهلي لازم تعمل كده، لما تبقى وحش لازم تحاسب نفسك، لازم تقول لا انا مقصر في حق النادي الاهلي، انا مقصر في حق نفسي، انا مقصر في حق الجمهور العظيم ده، انا مقصر في حق الفانيلا الحمراء اللي انا بلبسها، اللي انا لابسها الفانيلا الحمراء دي حاجه عظيمه جدا 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 جدا. مش عايز اقول لك لما تبعد عن النادي الاهلي لا قدر الله هتعرف قد ايه عظمه النادي الاهلي، هتعرف قد ايه النادي الاهلي ده يعني احسن مكان على وجه الارض بالنسبه للعيبه الكوره هنا في مصر. كل اللعيبه في جميع الانديه بدون استثناء، بلاش كل اللعيبه، اغلب اللعيبه في جميع الانديه بدون استثناء تتمنى المكان اللي انت فيه. انا بتكلم وانا عارف ان كل لعيب من لعيبه النادي الاهلي بيحاسب نفسه، بس الحساب بتاعه الرد بقى يكون جوه الملعب، الرد يكون جوه الملعب. الدوافع موجوده من غير اي حاجه، انت مش محتاج ان مدير فني يديلك دوافع، مش محتاج حد من بره يقف لك على الخط ويزعق عشان يديك دافع، انت مش محتاج لكده ابدا، انت عندك الدافع. انت بتلعب في اعظم نادي في افريقيا والشرق الاوسط، نادي مصنف عالميا رقم 27 على العالم في اخر استفتاء، في اخر تقييم في شهر يوليو اللي فات. نادي الاهلي رقم 27 على العالم، اقرب المنافسين ليه في مصر رقم 133، ده اكبر دافع. الفانيلا الحمراء اكبر دافع، جمهورك العظيم ده اللي وراك بالملايين اكبر دافع، انتمائك للنادي الاهلي ده اكبر دافع. مش محتاج دوافع، دوافع ايه؟ انت محتاج بس تقف وقفه مع النفس، تقف وتقول ايوه انا مقصر، طب انا كنت بعمل ايه ودلوقتي بعمل ايه. لما تنزل الملعب انسى اي حاجه غير انك تدافع عن الفانيلا اللي انت لابسها، تدافع عن اسم النادي الاهلي، انك تظهر بالمظهر اللي جاب الخمس ست بطولات اللي فاتوا. انا بقول الكلام ده من حبي ليكم، من حبي للعيبه، بس حبي للعيبه مش هيكون قد ولا اكبر من حبي للكيان، لان ده النادي الاهلي، وزي ما احنا بنقول دايما الاهلي فوق الجميع.